الأخيرة لنابولي أو في الدقائق الأخيرة. محمد فوزي أرضية رأسية، الله كولومبي. و ميسي يدفع لأردونا، وادي أمامنا هنا فيدال يصلح كورة، وادي محاولة فيرلو يا مرة يا فيرلو يا فيرلو، ادي فيرلو 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 الذي كاد أن يفقد حب الجميع، ولكن هي كرة القدم. يستعيد الأمجاد، يستعيد الأهداف، و56 هدف في 479 مباراة بالتخصص اليوفي، بالتخصص اليوفي. وادي أمامنا نرفض الفرحة ايه؟ لان التاريخ يعيد نفسه. هدف قاتل لتريزيجيه في 2007-2008. هذه المرة في المرمى من فيرلو، بالكرات المعهودة من فيرلو الذي يصنع في هذه اللحظات الفرحة وينجح في احراز الهدف القاتل في الوقت القاتل في الدقيقة الثالثة. هكذا هي اللقاءات الدربي، لا تتوقع شيء، ولكن اليوفي قادر بتحقيق